ويلكم يوتيوب اللي جاي لكم بمقلب جديد. عامل مقلب في اخويا الساعه 3 الفجر وهو نايم، هاخده وهشوف هيحصل ايه. ممكن انا ارش عليه ميه وممكن يعني صعبه جدا، نشوف هو عامل ايه. يلا. وطبعا يا جدعان يعني انا هعمل مقلب في اخويا عشان انتقم منه المقلب اللي فات اللي هو عمله فيا، فلازم يعني لازم انتقم من اخويا في زي ما عمل فيا المقلب اللي فات، مش هسيبه. ده لازم حاجه يعني ما تتكررش منه، وغلط اللي هو عمله كده يعني، والصراحه يعني كنت اروح فيها، فلازم ايه لازم انا اخد حقي واعمل له واعمل مقلب فيه قوي جدا. فان شاء الله دلوقتي يعني هروح اجيب الميه على الساعه 3 الفجر وبقى عليه. تمام يلا معانا. ايه ده؟ السلام عليكم يا رجال. السلام عليكم. السلام عليكم. ميه سخنه وفي ميه ساقعه برضه يعني. بنت شو معانا تعالى اشرب يعني. لا يا جدعان بقى بجد يا جدعان انا بجد خش في مقلب. انا مقلب في خالتي. بصوا الساعه كام دلوقتي؟ طب يا جدعان الضوء اهو يا جدعان في ضوء الساعه 3 الفجر. سبحان الله مش عارف ازاي 3 الفجر هنفتح له كوكب الضوء. سبحان الله سبحان الله رزقنا يتكسر. سبحان الله زي ما انتم شايفين الساعه 3 الفجر. ايه ده يا جدعان؟ ايه اللي مضيء ده؟ ده كوكب زحل. لما المريخ اللي مضيء ده. استنى يا جدعان نفتح يا جدعان نتاكد. ايه ده وفي الساعه 3 الفجر ازاي؟ ايه ده؟ ايه المقلب ده؟ ازاي مقلب الساعه 3 الفجر؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لكم الساعه 3 الفجر فاعمل مقلب في اخويا يا جدعان. مقلب يبقى مقلب جامد جدا ان شاء الله، واصحيه من النوم وافزعه زي ما هو خدني بمقلب اول مقلب عامل فيا مقلب غير قناه اليوتيوب. فانا لازم انتقم منه يا شباب. وصلنا الفيديو ده يا جماعه على 50 لايك عشان نعمل مقالب تانية كتير جدا في اخويا. ويا طبعا يا جدعان اخويا نايم دلوقتي. انا ممكن يعني نايم اهو. تلاقيه بيحلم. بيحلم يا جدعان بيحلم. اكيد بيحلم ويصحي من نومه لان يبص هو فيديو. ده فلوج يا جدعان. انا عمال اصحي اخويا. اخويا مش عايز يصحى. مش عارف ايه اصلا. اخويا مش عايز يصحى خالص خالص. مش عايز يصحى. مش عارف الواد ده ليه. مش عارف الواد ده مش عايز يصحى ليه. اصحيه عامة خلاص بيعاني بطريقتي. انا رايح له اهو. بس ما يحصلليش حاجه من المقلب اللي انا عامله فيه ده عشان خايف الصراحه يقوم مش هيسيبني في حالي. يكسر على الازاز ويقوم على الميه اللي انا كنت هرمي عليه. خايف يا عم. صح نايم اهو. ايه يا عم انت يا عم؟ انت قاعد على الموبايل ليه يا عم؟ مش قلت لك نام؟ انت عيل البارد يا عم. انت مالك؟ انا مش انت مالك انت يا عم؟ عايز اعمل فيك ما عايز اعمل فيك مقلب يا عم. يا عم مش انا على فكره شفته اصلا وانت بتتكلم. فمش مش حوار يعني. ما تعملش حوار. ما تكذبش على الناس. شايف انتوا ايه ده؟ انتوا عالم يعني استغفر الله العظيم. الايام دي بقيتوا بتكذبوا على الناس وحسبي الله. طب ليه ما بقشت يا عم؟ كان هيجيب مشاهدات حلو يا عم. ماشي انت عايز لايكات وعايز شير وعايز سبسكرايب. اعمل محتوى هادف يا عم. اعمل حاجه حلوه تفيد الناس يا عم. اعمله ازاي ده؟ ما اعرفش اعمل. لا يا عم الساعه 3 الفجر. انت ازاي لسه صاحي يا عم؟ هقول لابوك. حاضر يا عم. الساعه حد الساعه 3 الفجر لسه صاحي؟ ماشي انام اهو. يلا نام. 3 الفجر يا جدعان اهو. اخويا نايم. لا يا عم مش نايم. انا جدعان اهو يا جدعان. اخويا نايم اهو. هل في مقلب؟ ايه ده؟ هو المقلب كان ايه؟ صدق نسيت. طب ونرجع تاني. ايوه صح ايوه صح. هجيب له كوبايه ميه ساقعه متلجه وارشها في وشه. يلا بينا ارشها في وشه. خد يا بلال. يا عم اوعى بقى. اوعى. ايه ده؟ ايه ده؟ انا افتكرت فيه ميه. دي فاضيه. الحمد لله دي فاضيه. احنا نسينا نجيب لها. طب يلا يا جدعان نرجع تاني كده. ولا من الكوبايه دلوقتي يا جدعان ميه ساقعه. ميه بجد يا جدعان. الشباب بقول ميه ايه؟ بص يا جدعان مش هسيبه هنتقم منه. ما مليان اهي خيره بس هتلج يا جدعان. ساعة جدا. خد يا بلال خد يا بلال حبيبي. في ايه يا ابني؟ مش هم عليك يا عمي. انت ايه يا عايز؟ هاتها يا عم هاتها يا عم يا عم هاتها اخرس. يا دي المقلب هيبوظ. يالا المقلب هيبوظ. انا بصلي في الميه. الناس كمان بتبصلي في الميه اللي بشربها. انا مش فاهم انا. يا حول الله يا عم هات الميه يا ابني. طب هات اشرب. يا عم طب هات اشرب. يا لهوي. طب خد اشرب دول. لو ما شربتهمش مش هرميهم عليك.
روح نام بقى. عارف فيك مقلب ايه تاني كده؟ فيك مقلب ايه يعني؟ طبعا زي ما انت شفتوا المقلب اللي فات الفيك ده، ده يعتبر مش مقلب اصلا، ده تلاقي على المقالب اللي بتتعمل على اليوتيوب بتبقى كلها مقالب فيك، بيكون صاحبك متفق مع صاحبه وعاملين حوار. يعني غالبيه المقالب اللي بشوفها على اليوتيوب بيكون كده، برضه كل المقالب بتبقى فيك يعني، وحتى اي حد واشهر حد بتاع مقالب احيانا بيعملوا كله فيك. يعني فين وفين لما تلاقي مثلا اتنين مقالب حقيقيه او ثلاثه حقيقيين بس كده يعني، هو ده الحوار، وده كانت تريقه على المقلب وبس كده. بس احنا يعني انا ممكن بجد اعمل بجد مقلب في اخويا يعني، بجد يعني مش مجرد هزار. تعملوا ليه يعني؟ لا بجد ممكن اعمله بجد مقلب في عادي، ممكن اعمل مقلب فيك عادي. مش تعمله يعني؟ يا عم لا يا عم، ما تعمليش بس كده. الفيديو خلص، ما تنساش لو الفيديو عجبك او ضحكت في ثانيه من الثواني تنزل تعمل لايك واشتراك من تحت من الزرار الاحمر ده. ان شاء الله هتقلب نعمل فلوجات تحديات ممكن مقالب، فيلا وبس كده. كان معكم ايه بي فيديو. سلام.